يقول: ما حكم من يغتاب الناس بدعوى المصلحة للمسلمين؟ ومن الذي الاغتياب ما فيه مصلحة للمسلمين، الاغتياب ما فيه إلا أكل لحوم المسلمين. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. ألا يتجوز الغيبة بحال من الأحوال إلا في حالة التخاصم عند القاضي، تقول: فلان مماطل، فلان يأكل حقي، فلان يكذب علي، أو ما أشبه ذلك، لأجل تصل إلى حقك. أو إذا أنهيت إلى الحسبة ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلاغا عن إنسان مجرم، تقول: إنه لا يصلي، إنه يفعل كذا وكذا من المنكرات، فتذكر ما فيه من أجل أن الهيئة أو الحسبة يجرون معه الإجراء اللازم.